وفي حاجه هنا قاعده اسانسير مثلا او اي اليمنت موجود هنا هيمنعني ان انا ارفرف القاعده دي. وفي عندي عمود ثاني، العمود ده حمله كبير جدا، يعني مثلا اللود ده هو، انا مش هقول ارقام بس نقول ان هو حمل عالي. يبقى ده بي انترنال وده بي اكسترنال. الاكسترنال ده صغير قوي، يعني مثلا يعني انا هحط ارقام كده بس ايه، كان ده مثلا 200 طن وده مثلا 25 طن مثلا. بس العمود ده لازم اربطه بالعمود ده لان ده ما ينفعش يقف لوحده، فده كده القاعده بتاعته هتبقى ايه، لازم اربطه بالعمود الداخلي عن طريق قاعده كومباين مثلا. طب اعمل ايه في الحاله دي؟ يعني في الحاله دي هتلاقي المحصله قريبه قوي من العمود ده، صح؟ لان ده بالعكس ده ممكن تلاقيها اصلا جايه جوه العمود. وبالتالي لو انا جيت اشكل القاعده دي هلاقي العمود ده كده والعمود ده كده، هلاقي القاعده دي ايه بقى؟ ده انا محتاج هنا طول كبير قوي كده عشان اوفي الحمل اللي موجود هنا الكبير ده، صح؟ مش احنا قلنا ان الاريا هتكبر ناحيه العمود الاكبر؟ فلما تيجي تعمل كده تلاقي الرفرفه دي بقت كبيره جدا، وبالتالي المومنت هيطلع عالي والحديد هيطلع عالي، ده غير الرفرفه العرضيه دي ممكن تكبر معاك. وفي بعض الاوقات بس مش في الكيس دي مش بتسيب، هبقى اقول لك على الكيس التاني. المهم خلينا في الكيس دي، ان انا عندي القاعده دي ماشيه كده مسافه كبيره قوي هتديني كميات عاليه جدا، وما هوش ده العمل، ما هوش ده الشكل العمل للقاعده، القاعده دي كده مش هتشتغل كويس. نعمل ايه في الحاله دي بقى؟ انا عايز اكبر مساحه القاعده حوالين العمود ده بدون ما ابعد قوي عن العمود. طب نعمل ايه؟ والعمود ده عايز اديله مساحه على قده برضه، عايز اديله مساحه صغيره، ما هي المساحه دي متنازله. يعني العمود اللي عنده حمل كبير ياخد اريا اكبر، العمود اللي عنده حمل صغير ياخد اريا ايه؟ اقل. انا عايز اعمل ده بدون ما يبقى فيه خلل في تشكيل العمود، بدون ما يبقى فيه رفرفه اكبر ورفرفه اقل. بالظبط، وبالتالي هنعمل هنا ايه؟ اصغر من هنا العرض، ممكن العرض ده يبقى صغير جدا، واجي من هنا اخد عرض كده اكبر واعمل ده عمود. وبالتالي طالما انا كبرت القاعده من هنا بقى السي جي ده قريب قوي من السي جي بتاع الحمل ده. وهنا برضو نفس الكلام، اديت لها العمود ده اريا ايه؟ اريا قليله، صح؟ تشكيل القاعده دي ليه طريقه؟ هتلاقيها موجوده عندك في المذكره، ان انا ممكن اشكل القاعده بحيث ان السي جي بتاع الحمل يتطابق مع السي جي بتاع الاريا. خلاص؟ بس ده يعني بياخد حسابات كتير شويه، نتيجة إن القاعدة دي أبعادها متغيرة، يعني إيه؟ هتلاقي عندك ده بي 1 وده بي 2 والمسافة بين العمودين دي معروفة. خلاص؟ وبالتالي حتة إن أنا أجيب السي جي بتاع الأريا دي بجيب السي جي بالرموز الأول. يعني إيه؟ الحمل ده معروف والحمل ده معروف، يبقى المحصلة هنا مكانها بقى معروف. يبقى أنا عارف المحصلة بتبعد كام من العمود ده مثلا؟ يعني عارف المحصلة بتبعد كام من الإيدج؟ صح؟ انا عارف مكان المحصله. طب ايه رايك بقى لو انا خدت الاريا دي كانها شبه منحرف كده بره؟ اهو ده بي 1 وده بي 2 وليه طول معين، ممكن نفترض الطول ده عشان ما يبقاش عندي اكتر من مجهود يعني. لو انا عايز اجيب السي جي بتاع شبه المنحرف ده مش ممكن اجيبه؟ هاخد عزوم مساحات حوالين الخط ده، اقسمه كده مستطيل. المستطيل ده هاخد العزم بتاعه حوالين الخط ده، وده مثلث وده مثلث، هاخد عزمهم حوالين الخط ده. وبعد كده اقسمهم على مجموع المساحه يديني مكان المحصله فين؟ اللي هو مجموع عزوم المساحات حوالين نفس الخط بيساوي عزم محصله المساحه دي حوالين نفس الخط. هو نفس القوه بس بدل ما اخد عزوم قوه باخد عزوم ايه؟ مساحات. يبقى اقدر اجيب المسافه دي بالرموز، ان السي جي ده بيبعد عن الخط ده بمسافه كذا. المسافه دي بقى هتلاقي فيها مجاهيل، هتلاقي فيها بي 1، هتلاقي فيها بي 2 اللي هي ابعاد الاعلى نفسها. طب ايه رايك بقى لو جينا سوينا المعادلة اللي هي فيها مجاهيل دي اللي هي السي بتاع السي جي بالرقم اللي انا جبته بتاع المحصلة ده؟ مش المفروض ده يساوي اللي انا هجيبه من هنا؟ بس ده رقم وده ايه؟ ده في مجاهيل اللي هو بي 1 وبي 2 اللي هو ابعاد القاعدة، يبقى انا كده جبت معادلة في مجهولين. يبقى انا الأول بجيب مكان المحصلة، مكان المحصلة ده بقى معروف بالنسبة لي من الخط الخارجي. بعد كده باخد بجيب مكان المحصله بتاعت المساحات او مكان تركيز المساحات او السي جي بتاع المساحات ازاي؟ ان المساحات دي معروفه، ده مستطيل عرضه بي 1 في الطول وده مثلث، ده بي 1
بي 2 ناقص بي 1 على 2 هيديني القاعده بتاعته، والطول بتاعه معروف يبقى طول القاعده بي، والسي جي بتاعه معروف على بعد التلت، اقدر اجيب عزم المساحه دي على الخط ده، يبقى مجموع العزم المساحات حوالين الخط ده بيساوي عزم المساحه كلها حوالين ايه؟ حوالين نفس الخط ده. يبقى انا هجيب المسافه بتاعت بعد السي جي عن الخط ده، بس هتبقى معادله موجود فيها ايه؟ بي 1 وبي 2 اللي هو عرض القاعده الصغير وعرض القاعده الكبير. بقت كده معادله في مجهولين. في عندي معادله ثانيه اللي هي ايه؟ الاريا. عشان عندي الاريا معروفه في رقم تقدر تجيبها في المحصله، ده رقم معروف، يبقى الاريا هنا اقدر اجيبها. المحصله في 1.1 من 10 على كيو الاول، طب الاريا دي بتساوي ايه؟ نص مجموع القاعدتين في الارتفاع الواحد، صح كده؟ وبالتالي ال ال هنا لازم اديها لك تبقى معروفه اللي هو طول القعده، لان انا كده هيبقى عندي لو انا ما اديتلكش طول القعده قد ايه؟ هيبقى عندي ثلاث مجاهيل في دي 1 وبي 2 وال مش هعرف احلها، وبالتالي لازم نديها لك ايه؟ مش ال دي المسافه من بين العمودين طول القعده طول القعده؟ ماشي، عايز تخلي المسافه بين العمودين ايه؟ لا انا اقصد بال دي اللي هي طول القعده كله، يعني عايز تسميها ايه داش؟ ماشي، نص مجموع القاعدتين في الارتفاع اللي هو طول القعده، خلاص؟ وبالتالي قاعده شبه المنحرف بنعملها، وعلى فكره عملناها كان في فريم، كان في فريم كان طوله كده حوالي 12 متر او 11 متر، والفريم ده كان نازل كده مع عمود واحد، وكان العمود ده فيكس، لازم يبقى فيكس، والارتفاع ده كان تقريبا 7 متر، وكان تقريبا ده كان 12 متر، خلاص؟ دي فعلا عملناها واتنفذت، كانت مظله كبيره قوي، دي كانت 12 متر، ودي اعتقد ما كانتش اقل من 7 متر، دكتور هو كان عمل ده، وبالتالي لما جينا نعمل هنا لقينا بقى ايه؟ حمل الراس ده صغير، حمل الراس صغير والمومنت عالي جدا. كل لما تيجي تقول الاي بيساوي الام على الام تلاقي الاي دي رقم كبير طلع بره، خلاص؟ وبالتالي لما تيجي تسجل العمود ده تحط ده كده اهو. كل لما نيجي نعمل القاعده دي كده خلاص؟ كل لما تجيب الاي تلاقي الاي بعيده قوي، فتلاقي الرجل دي كبرت بعيد قوي لدرجه انها ممكن تعدي طول الايه؟ طول المظله. تقعد تكبر في العرض مع الطول برده ما تسيفش، خلاص؟ هتلاقي بقى المومنت عالي جدا وتخش في الكرات الاجنبي. فعملناها بالشكل ده، اتعملت كده بالظبط، ما عملناش رفرفه هنا خالص كده بقى، بدأناها كده. بقت كده بالظبط سيفت عامل زي طبعا ما تنفذش كده بالظبط. يا دكتور هو لو كان عملها كان ليها الكونستي هيكون مرخص ولا لا؟ هو راجل غني، ما دخلتش في الاستراكشر سيستم وقتها، لكن ده اللي اتعملت بالشكل ده بالظبط. والطول ده كان صغير، كان حوالي 5 او 6 متر، المظله كانت 12 متر، فالطول ده كان 5 او 6 متر، اتعملت كده بالظبط، ما عملناش اي رفرفه من هنا خالص، والعرض ده اتعمل بالشكل ده واتنفذت بالشكل ده والحديد بقى. القعده اللي هي فيها اثنين عمود دي لما اجي احسب الحديد في الاتجاه العرضي، القعده اللي فوق ده اه ده موال ثاني بقى، اللي هي شبه المنحرف، لا اللي فوق دي اه لا في الكابلات راح في اليونت دي كلها معدات، يعني اي حاجه هنا تحسبها بمعدات مش هتيجي في اليونت اكسترنال دي، هحسبها بواحد ونص دي كلهم ولا واحد واحد من عشره لما اجي في الاتجاه العرضي؟ اه في الاتجاه العرضي ده انا بصمم ولا بعمل تشيك ستريسز؟ بعمل تشيك ستريسز بصمم، باجي اجيب الحته دي عشان اتجاه العرض بصمم ولا بعمل تشيك ستريس؟ بصمم وركينج ولا التيميت وركينج؟ الاثنين، لو هصمم وركينج يبقى حمل العمود في 1.5 على المساحه، 1.5 ولا 1؟ 1.5 يعني، انسى ال 1.1 دي خلاص، ال 1.1 دي بعملها مرتين، مره انا بجيب مساحه القعده ومره في البيت، لا يعني 1.5 دي عشان كان المومنت، عشان كان العمود 1.5 دي عشان الطول، عشان 1.5 دي عشان الطول، خلاص؟ يبقى لو انا بصمم التيميت يبقى حمل العمود في 1.5 على المساحه، خلاص؟ عشان اجيب مومنت التيميت، عشان اجيب اريا ستيل بتاعت الالتيميت، ولو ما ضربتش في 1.5 لما تيجي تجيب الاريا ستيل اضرب في 1.5، لما تقول الاريا ستيل بيساوي المومنت التيميت يبقى المومنت في 1.5، خلاص؟ خلينا نتفق على حاجه، انت بتفضل شغال وركينج لحد ما تبدا تخش في مرحله الديزاين،
خلاص. في واحد ممكن يجي من الاول يضرب الكيونت في 1.5 كده خلاص. بس تاخد بالك من حاجه ان انت لما تيجي تعمل الكيو بانش دي برضو بتكون دي كانت بتساوي كام العموس؟ 1.5 الكيونت كده هتلاقي الكيونت دي انت ضربها في 1.5 حمل العمود ده مش مضروب في 1.5 تبقى تضرب حمل العمود في ايه؟ 1.5 في واحد تاني ممكن يشتغل على الكيونت وركينج ويجي عند كل خطوه يضرب في 1.5 يعني لما تيجي بعد ما تجيب الكيو شير هترسم الكيو شير على الاريا اضربها في 1.5 جبت البانش فورس بانش فورس على الاريا بيضربها في 1.5 جاب جيب الاريا ستيل جاب المومنت مش مضروب في 1.5 اضربها في 1.5 يبقى ممكن واحد ايه بيشتغل الاول على الارقام كما لو انها وركينج وده الافضل تشتغل عليها كما لو انها وركينج على اساس ان ممكن تشتغل عليها وركينج لو مطلوب منك تشتغل وركينج يبقى تشتغل على الارقام كانها وركينج وتيجي عند كل خطوه تضرب في ايه 1.5 وبالتالي لو انت شغال هنا كانك وركينج يبقى حمل العمود زي ما هو الكيونت كانه وركينج يبقى الرقم ده يطلع وركينج اجي اعمل التشيك بقى اقسمه على الاريا اضربه في كام 1.5 خلاص هل كومبايند دي هتروح تراجعها خلاص اللي هي بتاعتنا الاساسيه اللي في الكورس اللي هي لو العمود خارجي مع عمود داخلي خلاص هتيجي بعد كده للقاعده اللي هي كانهم عمودين داخليين ممكن تاخد مساله محلوله عندك او اي حاجه وتفترض ان العمودين دول عمودين داخليين مش عمودين خارجيين وتحل المساله دي كما لو انهم عمودين ايه عمودين داخليين خلاص كما لو انهم عمودين داخليين بالنسبه للمساله الاساسيه دي برضو لو انت عندك الخرسانة العادية شغالة يعني شوف كده عندك في احد المسائل معرفش ممكن اغلب المسائل عندك يبقى مدهلك مش شغالة خلاص هتاخد مسألة برضو تعتبرها تفترض كما لو ان الخرسانة العادية شغالة تفترضها 30 سنتي او اكثر وتعمل تشيك على تشتغل على المسلحة وتعمل تشيك على ايه على الاستريس خلاص الجزء بتاع شبه منحرف لازم تبقى فاهم بشكل نظري امتى بنستخدم القاعدة الشبه منحرف خلاص يعني ممكن يجي لك سؤال نظري يقول لك امتى بنستخدم القاعده الترابيزيه خلاص يبقى عندي عمود حمله صغير محتاج يتربط مع عمود حمله كبير لكن في ليميتيشن عشان تعمل اكستنشن للقاعده ان الاكستنشن از ليميتد ان انت تعمله بالنسبه للقاعده خلاص حد عنده اي سؤال؟ احنا كده بقى لنا الاستراب بيم صح؟ كده محضر الاستراب بيم محضر الاستراب بيم محضر الرف مش اقل من محاضرتين الميتنج جول الميتنج جول بمحاضرتين لكن خمس محاضرات طيب احنا كده كلنا على رمضان كل سنه وانتم طيبين